ورجعنا لكم اعزائي المشاهدين. كاس سوبر بدايه الدوري كاس. في ناديين من مصلحتهم ان الكاس يتلعب. مين يا فندم؟ نادي الزمالك من مصلحته اداريا ان الكاس يتلعب، لان الكاس لو اتلغى القيد هيفتح من بكره، والزمالك عنده ازمه قيد، فهو بيلعب على عنصر الوقت، عايز يحل ازمه القيد بتاعته، عشان لو القيد اتفتح جماهير والسوشيال ميديا كل ده هيطالب بقى بالصفقات وفك القيد والكلام ده كله. فمن مصلحته ان انا امد فتره الكاس ده، والكاس هيخلص يوم 31، اكون قدرت اجمع الفلوس او بعت زيزو او وجدت حل مادي احل بيه ازمه القيد وابدا اشوف الصفقات. هو حضرتك من وجهه نظرك ان الزمالك لحد دلوقتي ما فيش صفقات ولا متاخر اعلانها؟ لا، في صفقات بس مش هتتعيد، يعني في شغل، بس في ناس بتشتغل، بس امتى؟ لما نخلص فك القيد تمام، واشوف واسدد المستحقات للمتاخره اللاعبين واللاعبين اللي موجودين وما خدوش مستحقاتهم، واشوف الانديه اللي انا هفوضها دي هديها دي مقدمات. بيراميدز بيبحث عن بطوله. بيراميدز مصلحته ان الكاس يكمل لانه بيبحث عن بطوله، فدول الناديين. الاهلي عن طريق ها؟ والاهلي خرج من طريق والاهلي خرج يعني انت فاهم؟ ففي دول ناديين من مصلحتهم ان البطوله تتلعب. ومصلحه الاتحاد ان الاهلي يقعد بره سنتين زي ما بيقولوا؟ لا طبعا، يعني الاهلي عنصر مهم، يعني ترويج للبطوله، يعني كعنصر اساسي الاهلي والزمالك كترويج للبطوله هم بتقام عليهم، يعني انت قول كده بطوله ما فيهاش اهلي وزمالك خلصت خلاص. السوبر طبعا كان محدد له بعد السوبر الافريقي من 1 ل 4، ماتش قبل النهائي هيبقى يوم 1 والماتش الثاني يوم 4.